برضو كان كلام مستر فيريرا على ان هو بدأ بأفضل العناصر الممكنة. طبعا كل الاحترام والتقدير ليه كمدير فني كبير طبعا وكمدير فني ذو خبرات طبعا كبيرة جدا، لكن الواقع بيقول غير كده. الواقع بيقول ان انت كنت بتفقد الكرة كتير جدا. يمكن انا معايا الاحصائيات، في احصائيات ارقام مفزعه الحقيقه. لما بتتكلم في يعني مقارنه بين الزمالك والترجي، خساره الكره 47 مره بالنسبه للزمالك، 23 بالنسبه للترجي. ده رقم ضخم جدا، بتتكلم في اكتر من الضعف رقم يعني، او ضخم الضعف جدا. يعني. ف انا حتى لو الترجي فقد الكره 200 مره مش مشكلتي، انا ما افقدش الكره حاجه و70 مره في الماتش. ما هو ده ليه؟ لان انا عندي يعني في سوء حاجه وكام توفيق. مره؟ 47 مره 47 مره. مقارنه ب 23 للترجي. عندي مشكله في ايه؟ في ان انا التدرج بالكره سيء جدا من اللعيبه في خط الوسط، برضو عندي مشكله فيه، ما بتوصلش للتلت الامامي بسهوله. ودي انا يمكن حسيت كانت امبارح ان يعني برضو انا بحب اشجع على بعض اللاعبين، ولكن حسيت ان عمرو السيسي متوظف غلط. صحيح. هو اللعيب ديفندر صريح واضح رقم 6، هو فريرة من اول ما جه وبيأهله يكون 8، واللاعب امكانياته رقم 6، صحيح. مش امكانياته مش امام عاشور اللي بياخد الكوره ويزيد ويعمل 1 2 مع زيزو. مش معنى كده ان هو لعب وحش، ولكن انا بحطه في غير موضعه فبيظهر مش في افضل حالاته، زي ما حصل في سيد نيمار، نزله باك رايت فطبيعي اول ترقيصه حمد الهوني تك تك رقص وعدى. صحيح. يعني لو كنت عايز باك رايت كنت لازم محمد طارق على الاقل مدافع واقف بشكل بالظبط. جيد لو انت عايز تقفل، مع العلم ان المسلوسي كان واقف على رجله، يعني كان واقف على رجله. فهل بالظبط، برضو كان التبديله افضل بتاعت مباراه له ان ممكن. عبد الشافي يخرج ونجيب مسلوسي باك ليفت وننزل سيد نيمار، شفتها ازاي التبديله دي؟ يعني هو انا وجهه نظر كمدير فني، انا عايز اهاجم خلاص، انا ما عنديش حاجه ابكي عليها، ولكن في النهايه لازم برضو الموضوع يبقى محسوب. يعني 1-0 انت تقدر تعوضها، 2 جت في الاخر خلاص الموضوع. لكن هو برضو كان يعني كمدير فني انا باصص لها من حته خساره 1-0 زي 2-0، هي 3 نقط في النهايه. يعني هي حسابات النقط في النهايه هي اللي تفرق معايا في الاساس. بعد كده ممكن نبص لفرق الاهداف، ده يجي مرحله تانيه، لكن المطلوب منك ان انت تعوض. كان فيها جزء من المجازفه، خاصه يعني انا شايف ان زي ما حضرتك بتقول حمزه مسعود ماشي كويس جدا. طب ليه ان انا يعني اضطر ان انا اغير مركزه او اعمل تعديل في الخطه؟ ما خدمش حتى الشق الهجومي. يعني لسه فضلت المعاناه مستمره لنادي الزمالك ان هو يوصل. ليه؟ لان برضو الترجي في من نص الشوط الثاني تقريبا خلاص تراجع وبيامن وقع التقدم بدنيا. ووقع بدنيا يعني برضو. وبرضو الجانب النفسي ان انا خلاص انا المباراه ماشيه في السيناريو ده، سيناريو الواحد صفر وخلاص هتخلص على كده، والزمالك مش بالخطوره الكافيه اللي هو يهدد بمرمايه.